احنا الحين موجودين في احد محلات الحلويات، حابين نتعرف ايش اكثر الاطباق اللي الناس تحب تكون موجوده على سفره العيد. كل عام وانتم بالف خير. تختلف تفضيلات الناس في اهم الاطباق اللي لازم تكون موجوده على سفره العيد، فمنهم من يفضل الحلويات الشرقيه مثل البقلاوه المعمول، ومنهم من يفضل الحلويات الغربيه كالماكرون والشوكولاته. ودي اعرف انتم وش تفضلون. نرسل تهاني. كل عام وانت بخير. وانت بخير، حياك الله. على سهلة، ايش اهم طبق لازم يكون موجود عندكم في صباحية العيد؟ والله كلها، يعني مثلا المعمول، الحلب انواعه يعني عادي، والتمر هذا اهم شيء عندنا. يعني انتم تفضلون الحلويات في صباح العيد؟ طبعا، شيء طبيعي. كل عام وانت بخير وبالعافية. الله يعافيك، وانت بخير، حياكم الله. على سهلة. كل عام وانت بألف خير. والله الحلويات أنواعها كثير، يعني لا تعد ولا تحصى، لا تواجه صراحة. ولكن بالنسبة لي أنا أحب الحلويات الخفيفة مش ثقيلة، مثل الشوكليت، مثل يعني الكنافة، البغلاوة مثلا. يعني ومثل ما شفنا قبل شوي كيف ان الحلويات بانواعها تعد جزءا لا يتجزا من ثقافه واجواء واحتفالات العيد، واللي يفضلها كثير من الناس كاطباق رئيسيه في العيد. ولكن البعض في الجهه المقابله يفضل الاكلات الشعبيه الغنيه بالنكهات والمذاقات اللذيذه. طبعا اول يوم العيد ويكون بعد رمضان، يعني الناس متشوقه للاكل وهذا، فيكون الرز المشابيس هذه وجبه اساسيه تكون موجوده في اول يوم. وفي ناس تاكلها الصباح، يسمونها معيد الصباح، فطور على الساعه 7 7:30 يكون المعيد موجود ويفرشونه في الشارع، ويكونون الأهل والأقارب والأصدقاء يكونون في مكان واحد. فهذه عادة موجودة في نجد، وموجودة في حايل، وموجودة في أكثر من منطقة يعني. فالناس هذه متبعينها، يعني أنهم يأكلون الرز في الصباح. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله. بالنسبة للعادات، طبعا المعروف العيد أيام فرح وسرور، وعادة بيكون الأكل السائد في أهل نجد والمنطقة بيكون المفاطيح. يعني بالنسبة للعوائل الكبيرة دائما تجمع، تطلب أكثر شيء المفاطيح. في أنواع ثانية من الرز أو المطبق، في ناس تفضل الدجاج، بس المفطح هو السائد والرئيسي في الوجبة حقت إفطار العيد. ومهما اختلفت الأذواق عن أهم الأطباق التي يجب أن تزين مائدة الإفطار، ولكن اتفق الجميع على لمة الأهل والأصدقاء والاحتفال بالروابط العائلية وتبادل التهاني والتبريكات. هي أهم ما يميز أعيادنا وينشر البهجة والسعادة في جميع أرجاء المكان. وكل عام وأنتم بخير. لقناة السعودية هدى الغامدي، الدمام.